لينيسياتيف دو جور. رجعنا معكم في كل نهار وقسمه، جاء وقت لينيسياتيف دو جور. اليوم مبادرة نحكيو عليها، هي مبادرة شخصية متاع ان جروب اللي قرر انه كل يوم يقوم بتحضير بتطيب وجبات افطار ويقوم بتوزيعها كيف كيف. نحكيو على قرابة 120-150 وجبة اللي تتوزع يوميا. مبادرة هيلة، واللي جوستومون نحبوا نحييو الناس اللي قاعدة تخدم على لاكسيون هذيا، وائل زاروق من بين ليزينيسياتور متاع لاكسيون هذيا معنا بالتليفون. وائل اهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة، مرحبا مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ يعيشك يا وائل. حال رمضان سافا، أون توكا كي نحكيو على حاجات هكا اللي تفرح واللي ترد فينا الروح واللي تعطينا برشا أمل، نفرحوا برشا. أون توكا وائل، أنتوما أن جروب دامي، عددكم تقريبا قداش من شخص، وكيفاش قررتوا باش تعملوا الأكسيون هذيا وتكون مبادرة شخصية مش مأطرة بجمعية مثلا اللي بوتيتر نجم تعاونكم في أنه معناتها فما أون كوليكت دو دون، فما مواد غذائية توصلكم، يعني كل شيء قمتوا به من تلقاء أنفسكم؟ والله هذه سي لا تخوزيام اديسيون، معناتها المرة الثالثة نعملوها. أما البروميير ودوزيام اديسيون كنا نعملو كان سولمون لي ويكاند، معناتها ولينا بريسك كل يوم نرتاحو كان سامدي. ولقيتنا احنا مثلا جروب ما شاء الله معناتها فوق ال 15 بيغسون، كل واحد فينا كيكلم صحابه. لمينا فلوس مشينا خذينا قضية، والعباد ديما نقولو لهم يجيبوا لنا قضية، وشوي بشوي لقينا روحنا نجمو نعملو فوق ال 100 بلا كل يوم. دونك قلنا علاش ليه ما نعملوهاش كل يوم، مش كان لي ويكاند هكا هاو. جرب ليه ومشيت صحيحة ما شاء الله، العباد تعاون، مازال فما الخير في الدنيا. ترجع فيك الروح الفايزة، معناها تقول يا هو ماهيش خايبة كيما نتصوروا معناها البلاد. ما حبيتوش تكون مأطرة ان كادر كيما مثلا مع جمعية، فريمون خيرتوا انه تكونوا انتوما صحاب في بعضكم تعملوا هالمبادرة هذي؟ والله حبينا نبعدوا من التسميات نتاع الجمعيات والأحزاب، خاطر الكل نعرفوا تو في الوضع الحالي معناتها البلاد قاعدة تمر بأزمة سياسية واجتماعية معناها. نبعدوا من التأثير هذاك، وتكون علاش ما تكونش انيشيتيف اونتر دي زامي، حتى العباد اللي كيفك ينجموا يعملوها وحدهم، ما تصعبش عليهم. ما يقولكش انا باش نعمل اكسيون هكا يلزمني نكون تحت اطار جمعياتي ولا عمل خيري ولا وايفيكتيفون. هذاك اللي صار، برشا عباد كلموني من برشا بلايص وعملوا المبادره هذه، من معناتها كي شافوا لي فيديو نتاعنا وكل. دونك هذا هو البوت، كانوا لوبجيكتيف انه اي عبد ينجم يقوم بحاجه يعمل انيشيتيف كيف هكا معناها. وائل احكي لي شويه على اللوجيستيك بين القضيه، بين انكم تلقاو المواد الغذائيه، انكم طيبوا طيبوا في داركم فينالمون، وبعد تصير عمليه التوزيع الديستريبيسيون، وهوني وين تمشيوا معناتها؟ اسكو كل مره تختاروا بلاصه، ولا فما فئه معينه من الناس نعرف اللي انتم تعاونوا في الافارقه؟ قبلنا في دارو يعقوب في لافايات، طيبوا في دار صاحبنا بعدين، و كما قلت لك كل واحد فينا يجيب حاجه. عندنا بيت مسمينها لوفيس نحطوا فيها في القازيه وكل. هذيك كل واحد فينا نقسموا لي تاش، عباد قد البريك، عباد قد السلاطه، عباد قد المنيو برانسيبال. و عندنا غدا نشكر انا فوكا سي ميتر سامي يبعث لنا بريسك 3 فوا باغ سومين في ماكله حاضره. داكور. بور 150 بيرسون. دونك فما العباد متسهل لك قاعده في الامور، انت تجي تعمل فازه تلقاها مسهله. تخي بيان. تخي بيان. كما قلت لك نتعاونوا الناس الكل، تك 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 6:30 7 غير ربع تلقى الامور الكل مريضين. تخي بيان. وين قاعدين توزعوا في الوجبات هذيا؟ وظهر لي فريمون تختاروا في ناس اللي مستحقه، اونتخ اوتر الافارقه معناتها لي سوبساريان اللي موجودين في تونس واللي يمكن مش لاقيين وين يتعشوا وين ياكلوا وين يشقوا فطرهم. اكزاكتومون. البيريود الاولى العشر ايام الاولانيين قعدنا نمشيو لجامعه الفتح. لقينا اللي في جامعه الفتح فما بريسك 3 ولا 4 اسوسياسيون قاعدين يجيو يفرقوا في الماكله غادي. دونك ريالمون العباد اللي غادي مش مستحقه برشا، خاطر كل واحد تعطيه تلقى عنده 3 ولا 4 بلا عطاوه ديجا قبل. مشينا نشوفوا في اللاك في اخوانا من جنوب الصحراء والسودان وكل، لقينا عباد ما مساكن ما عندهم حتى ما عندهمش حتى دابوزه ماء معناها، فهمت؟ اي. دونك قررنا باش نوليو نمشيو كل يوم غادي، وقد ما نعملوا اكثر وباقي مش قاعد يكفي الحقيقه. الغادي حاله اللي غير انسانيه الحقيقه جمله. ان توكا انتم يعطيكم الصحه وائل، دونك سي ان انجاجمون انكم باش تكملوا رمضان هكا. تكملوا رمضان هكا، يعني برشا ستريس، برشا خدمه، برشا مشاكل قاعده تصير في وسطنا تيلمون اللي تروحك ساحه ما سافا سافا اونجيغ ولاباس. برافو على اللي تعملوا فيه الكل. اذا كان فما ناس تحب مثلا تعاون سو جروب دامي اللي قرر باش يعمل هالمبادره الشخصيه هذيا، كما قلنا ماكمش جمعيه، كيفاش ممكن يتواصلوا معاكم باش يقدموا المساعده؟ فما جروب اون فاليغاليزي بور هو، ولا يكونتاكتيونا اي واحد فينا، سواء انا سواء مهي سواء يعقوب ولا شعيب. تحب تعطي رقم هاتف وائل بوتيتر؟ اي 50 99 66 78. واضح.
برافو، يعطيكم الصحة وائل زروق، ميرسي اللي كنت معنا وبالتوفيق في هالمبادرة اللي مش سهل كما قلنا، باش انه ان انجاجمون التزام حتى كامل شهر رمضان كل ليلة توفر قرابة 150 وجبة. حبينا نحكيو على الاكسيون هذايا اليوم في الانيسياتيف دو جور في كل نهار وقسمه، مكملين معاكم مع باقي الفقرات، خليكم معنا.